على التقنية لسكن المؤسسة ومن ضمن في الفترة المسائية مع تزايد التنافس sur l'écran de même les opérations d'avitaillement nous renseignent sur la réalisation du côté espagnol nous avons عالجت الموانع التجارية خلال سنة 2023 ما يقارب 767 ألف مسافر على مستوى 7 محطات بحرية بكل من موانئ الجزائر عنابة بجاية سكيكدا وهران الغزوات مستغانم كما قامت خلال السداس الأول في من هذه السنة بمعالجة حوالي 242 ألف مسافر تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية لنقل البحر للمسافرين قامت بنقل ما يقارب 400 ألف مسافر خلال سنة 2023 وما يقارب 125 ألف مسافر خلال السداس الأول لسنة 2024 أي بحصة سوق تقدر ب 53%. أقول هذه العناية من لدن السلطات العليا تحتم علينا جميعا وعلى كافة شركائنا في الميدان الانخراط في هذا المسعى بغية إسناد المؤسسة للتغلب على العقبات التي تواجهها والتي سنحاول التباحث فيها من خلال هذه الأيام الدراسية.